ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سيتي سكاي لاين، المدينة الأسطورية. طبعا لازم لازم لازم، طبعا كنت أطالع عن الحين مدينة الأحلام. ها مشروع، طبعا بحث أنا ليش ساحب على مدينة الأحلام. أنا مش ساحب عليها، بس هي المشروع مالها هاي راح يكون تقريبا يومين في الأسبوع، بس مشروع شيء غير بيكون طبعا شيء مرتب. أول شيء بنحط الأساسات حق المدينة. زين، هاي الجزئية اللي راح تكون مثل ما تقولون، حاول اني اسرعها، حاول اني ما اخليها وايد. وبنسوي هنا صناعية كاملة، يعني تشوفوا هذا بحر ترى نهاية اليوم. ونحن لما نطلع الموارد من البحر، ما نبي نخلي الموارد في البحر كلها، وهاي كلها راح تكون منطقة بترولية. يعني هذا راح اسحب عليه 99.9%، راح اسحب عليه يمكن تقريبا 99، يعني شوي أكثر، 99 فاصلة مش 9، 99 فاصلة 6. هاي شوارع الصناعية، هم نبدأ نحط صناعات البترولية عندنا هني. وبعد ما خلصنا الشارع والكمباك زين، خلصت الشارع لكم. اللي سويته باختصار حطيت بس قطار ينتقلون فيه الناس رايحين رادين. طبعا الحين ما حد بيروح بيرد، بس تشوف القطار شغال، شفته شغال. حطيت لهم مترو، حطيت لهم مكان تكاسي. الحين اللي بنسوي المنطقة هاي، شوف راح تكون المنطقة هاي راح تكون عبارة عن منطقة صناعية بحتة. يعني المنطقة هاي راح تكون منطقة بترولية، ما تسوي اي شيء. انا الحين بحاول شو اللي ابا في هاي السلسلة، اني ابا اخلي السكان هني، بسوي لهم قد ما اقدر مواصلات. ها بسوي بعد مطار، يمكن هني مطار قريب منهم، بس خلنا نشوف اي يغطي على بترول. ابا البترول اللي على الارض هذا عشان الف، ولا اللي شيء بترول هني بنمشي كامل. نقدر نحط مطار هني حق الناس، وابا احط مطار كارغو، مطار اللي هو نفس، في عندنا مطار كارغو نحن هني، هي عندنا مطار كارغو نفس هذا. انا بنحط هني بالبضائع يروح يرد، يكون في سلسلة مطارات اصلا في سلسلة كبيرة. خلينا نبدأ الصناعات البترولية هاي بتكون اول شيء هالمرة هاي. والاندستري مين بلدنج، المبنى الاساسي ابقى احطيه نوعا ما الوسط تقريبا، يعني هني بيكون مكان حلو. والله اتمنى لو كان المبنى الاساسي نفسه مبنى كبير،
كبير ضخم يعني. المبنى صغير، هذا اعتراضي عليه، المفروض يكون اكثر. انزين، وجنب المبنى الاساسي راح يكون سكن الناس. الناس وين راح تسكن؟ ومش بالضروري يكون صح، خلنا نخليه ورا، خلي سكن الناس ورا المبنى الاساسي. اوكي، ان شاء الله يكفي المكان. ما بكفي المكان، بس عادي بخليه بالطريقة هاي، ما عندي مشكلة يعني. مش القضية الكبرى يعني، مش لازم يكون بالضبط. انزين، يبقى كهرباء طبعا، بنحط له باركنين. في كهرباء جاية طبعا، كهرباء مديتها تحت القطار لو شفتوا كامل هني، ما ادري اشوفه. طبعا تمتد مع البنا، مع البنا تمتد. الحين نحن هذا الخط الداخلي يعني، هالخط مش موصول خط خارجي، ابى الخط هذا ما يشترك مع خط خارجي في الكارجو. شو بسوي؟ ولا الحمولة اللي جاية من الخارج، حط مقطارات هني، نحطي له خط دخول، خط خروج حق هاي، حق القطارات اللي بتجيب لنا اغراض، لان اكيد في اغراض بتجي من برا يعني، في مسافرين من برا، بس يباله مكانه هني. بس الحين خلينا نحط لهم باركن 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 ثاني. انزين، نرجع صناعة البترولية. هذا سكن الناس، كم سكن اقدر احطيه؟ والله ما عطني عدده. اوكي، بس اذا عندي سكن هذا شيء ممتاز، معناه ما بحاتي وايد ناس، لان الحين مثلا انا عندي هنا كم وظيفه، انا شاغل 19 وظيفه، وعندي سكن حق 40، 10 10 10 10 عندي موجودين، فما له داعي اني استعير. مينتنس بلدنج، هذا مبنى الصيانه، مبنى الصيانه حلو يكون في الزاويه هنا. زين، وعندنا سمول بمب وعندنا لارج بمب. زين، خلينا نحط لنا مبنى الصيانه الثاني حق الشكل، وبحطي ان شاء الله يركب. في حديقة صغيرونة كانت عندي، وين صارت؟ ابى احط حديقة صغيرونة مرة، ايوه، جنب مبنى الصيانة، جنب مبنى الصيانة. ما ظني عندي حديقة هالحجم هذا. طيب شوية اوف سنتر، مش بالضبط عنده، بس اقدر احط شيء، اتصرف شير. بس شوفوا هذا المبنى الاساسي مع سكن عندهم باركنات من داخل، شوفوا عندي باركنات، نايس، حلو والله. انزين، خلينا من هذا الحين، خلينا وين صار الشارع؟ نبي الثروات، ايوه. الحين بنبدا شوارع صناعيه فعليه، الشارعين ابا اجيب لا شارعين، والله بيسوي لي ازمه. وبترول وعندهم فلوس، خلنا بسوي هالشركه بنسميها شيء. يا جماعة شو رايكم نسوي التصويت حق وناسة؟ طبعا مستحيل اوصل لها، تكون هاي ارامكو ولا ادنوك، شو تبون نسميها؟ ارامكو ولا ادنوك المنطقة؟ ما اعرف اذا صح ولا غلط يعني، بس انا هالشركتين اتمنى لهم الخير يعني دايما. فشو تبون نسميها؟ قولوا هل يصح ولا ما يصح؟ انا ما بسميها، بخلي عندكم في الكومنت الموضوع، خلي عندكم الموضوع كله في الكومنت، انتم شو تبون تسوون؟ انزين، هني عندنا اويل بوم لارج، نبى العود. هذا دريلينج بلاتفورم في البحر موجود، بس نحن نبى نستغل اللي على البر بعد. لارج ريك، انزين، لحظة، هذا مش في المنطقة مالته، دقيقة. زين، خلنا نسوي هذا كله ضمن المنطقة. اوكي، قطاع النفط والغاز راح يكون قطاع ضخم بشكل خرافي، ما راح يكون شيء عادي، راح تكون هاي دولة بروحها الحين، دولة كتشي كاملة بروحها، هذا النفط والغاز. نحن عندنا وايد شغلات ما كانت عندنا قبل يعني، فالحين احاول ان نسوي، احطي لارج اويل بومب، ما بعنا لارج اويل بومب، هذا يطلع البترول. درينج ريج، اوكي، هذا اللي يطلع من تحت الارض. اوكي، بس احسه صغير بعدني، ان الشارع كبير. انزين، اذا السالفه في الطريقه هاي، خلوني احط اويل اندستري براكتس، وانا ببراكتس الحين حط الرق العود، رق رقين، بحط لهم شارع في الوسط صغير. دقيقه، صغير، شارع صغير مش فكرة ممتازة أحسه.
اني بشل الشارع اول، بشل الشارع، بقايس كم هم يحتاجون، وعقب شو بسوي بعدين. هذا اول شي خلنا نوصل الكهرباء كلها في بعض. اوكي، ان الوضع راح يكون مش طيب ابدا. هاي اللي يستهلكون كهرباء وايد، بنسوي لهم على فكرة كهرباء لهم بروحه، ما مش عقب نقدر نشل اي شي، بنسوي له كهرباء بروحه مثلا. بس حاليا خلينا نشبكهم في المدينة الاساسية، لان عنا اصلا نحن الكهرباء مشروع كان اوكي. وين صار هذا الكهرباء؟ عندنا نووي اثنين، فالمفروض يكفي وايد اصلا. اثنين نووي عندنا اوريدي من زمان. زين، عندنا اني مشاكل بتطلع اكيد. المشاكل الاساسيه اول شيء شو لازم نسوي؟ جنب المقبره خلينا نخليها شوي بعيد، شو رايكم؟ ما يستوي، لازم نخلي شيء قريب. هلا عايشين عند مقبره احس اتس اوفول. لا في مش اوكي ابدا عايشين عند مقبره. حتى لهم مقبره هني في زاويه المدينه، ما اللي عند الاخطار مو مشكله، يخليها يزورونها من هذا الاتجاه. بنحط لهم مقبره ثانيه وين؟ هني اوكي، ثنتين يكونون يغطون مكان كامل. وخدمات النقل هني حطيها ليش ما نعب؟ واحد اثنين ثلاث اوكي، ها خلنا خلاص دام حطيته، ما علي مو مشكله. ابى احط المستشفى المركزي كله بيكون وين؟ احنا نتعامل الحين مع لحظة، نتعامل مع صناعة بترولية ضخمة، واللي هو راح يكون ان شاء الله. اخليها مقابلهم، لا الا مقابل الصوب الثاني عشان الزحمة هني تتجمع، ما تتجمع عليهم هم. طبعا بنحتاج للكوارث، طبعا بنحتاج هليكوبترات عندنا هني، لازم بتكون، لازم في هليكوبترات، لازم هليكوبترات طافي وهليكوبترات شرطة. في نهاية اليوم هذا مدخل أساسي للفلوس حقنا في المكان هذا. انزين خلنا نسوي حق الناس تروح ترد دواماتها. حط سيدة هني، سيدة هذا الحين والله مش سيدة بس يمشي 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 يمشي. نحط لها الهليكوبترات مال الشرطة هني، في مي، في كهرباء، في انزين. يبغى لهم كم باركن؟ لحظة أحب أحط لهم باركنات، خلنا ندلعهم. الله معنا مكان باركن غلط. هني طلعت الهايوي، بس أنا الحين ما أتري ناس وايد تستعمل هايوي، لأن في لا وايد ناس تستعمل هايوي، لأن أنا منزل الهايوي الأساسي في المدينة. بحط هني دوار عقب بحول، مو مشكلة. بكسر القطار بسوي شي، وهذا هاي اصلا مخرج ثاني. اذا سويت مدينة بطلع لها لفة من هني ولفة من هني ولفة من هناك، بنسوي حركة النجمة، ما عندكم مشكلة. الحين قام تستوي زحمة، شو انزين. صناعة البترولية مطلوبة وايد، يعني الحين نحن عندنا هذا قام تنتج اظني، صح؟ هاي بينتج، هو طبيعي انه ينتج، ما عندنا مشكلة. بس شو خلنا بنشوي بركس زيادة، بركسات دقيقة. أبا منطقة عمالية ضخمة، على فكرة اللعبة بالطريقة هاي مستوية حلوة بدون مودات. يعني اللعبة الأول كنت أحتاج مودات ثقيلة عشان أسوي هالسوالف هاي، وما كانت تضبط، ما كان في ميكانيكية حقها. بس الحين ميكانيكية اللعبة أصلا حلوة، حق إنك واحد تسويها بدون مود. خلنا نسوي شارع هنا في الوسط، طبعا مال الكهرباء مخرب. ولا نسوي لنا الشارع، شارع هني فرعي، شارع هني. يا حب ناشفة الليل، لحظة المشكلة ما بأشلها، تم مقطع الكهرباء كل شوي، مش مشكلة عادي. ونسوي شارع مدخل من هني، مداخل مختلفة حق الفريج هذا. لحظة تول بي نايس، لحظة لا بس من هني بيكون أحلى. أوصله، خلوني أوصله، خلوني أوصل. بنبني هني عماير سكنية، بيكون ترى في عنا ناس مش يداومون، ما يداومون طبعا في البترول. في ناس بتداوم هني في المدرسة، في ناس بتداوم في كذا، في ناس بتسوي شيء ثاني، وجنبهم هاي المباني التجارية.
طبعا بيوصلون الكهرباء، هذا ما عليكم الحين بتشوفون كهرباء شوي ضايعة. انزين عند الشرطة ولا نخلي عند المنطقة هاي؟ خلي المنطقة هاي منطقة صناعية، شوارع صناعية بتكون هني ترى اللي واصلة في شو اسمه نفسه في الصناعة نفسها، لأن الحين هناك تعتبر منطقة إدارية وسكنية، ما نحتاج شوارع صناعية فعليا. ليش أحط شوارع صناعية؟ طبعا بما أنا بمنطقة بترولية، زين ما بتعدى وايد بعد على البترول، تراني بعدني بعيد. أوكي انزين، اللي بسويه بما أنا منطقة بترولية مع احترامي الشديد للبيئة، لكن راح تكون وسخة، 90 99% راح يوسخون المكان اتصور. من تصور الشخصي نحط هاي هني، ونحط لنا كم ري انكريشن اللي هي اعادة اللي حرق القمامة هني، شي ضخم بتحسونه، بس شو عندنا صناعة هني، صناعة بترولية. احسن من المنطقي انه يكون لنا مكان حق الزيادة ولا الوساخة وهالسوالف، يكون كبير اتصور انه بيكون شي من هالقبيل. انزين خلنا نحط الحين وين البمبات، انا دشيت من 7000 شغلة في شغلة ترى. زين بترول، نبرق العود، 1 2 3 نبرق معاكس، خلنا نجيب له الشارع، شارع شارعين بيكون تقريبا ان شاء الله صح القياس، لا مش صح القياس، مش صح القياس، 1 2 3 4 اوكي الطريقة هاي، شوف القياس ايوه الله عليك ابو خلي، نحطي لنا هاي منطقة هاي، بنروح ما ادري كم كهرباء تصرف، تريليون يمكن، لحظة خلنا نحطي شارع على طول بشارع الصناعية نوصل عدل، اساس الناس تاخذ لفة داخلية ما تقعد سفلي، لفة ثانية حكم بعد. الحين لازم هني يكون في الخزانات، الخزانات خزانات ال... هذا شو الفرق بينهم؟ لحظة، لاين اوف فود اند بومز اكستراكتنج اويل اندستري رو ماتيريالز وان اندر جراوند، اوكي هذا يشل بترول من تحت الارض، نفس الشيء نفس الشيء الاثنين هو نفس الشيء، يعني لو اجيب الحين شارع من هني زين، ولا شارع من 3 لا بزيادة 4 هني زين، حط الثانيات خلينا نشوف اشكالهم، 3 والله كان يبالي. على اصغر شوي بمبات، والله حلوين بعد، ما اقولكم مش حلوين صراحة، حلوين. زين خلينا نحط تناكي تخزين، ما ينفع الوضع بدون تناكي تخزين، بعدين بنحط صناعة الباقي. لارج كرود اويل تانك فارم، مو لا انا بقول لارج فارم الحين، مو انا بقول اسم الفارم، خلينا نمسح هذا، ذات التخزين خله شوي ما كانها حلوة. ريسورت اوكيبايد مو مشكلة عادي، مش كهرباء هاي عندكم مشكلة، 1 2 يو والله ضخم، نعم انه ضخم، نعم ان ال الدرج هاي الكبار كبار كبار، مش شو يحطيهم ورا بعض، لا بنحطي صغار بعد وياهن، تناكي كبار تناكي صغار، هذا ليش تحت طايح لعبة، كل حد في صوب على الشارع، لأن الشاحنات الحين بتمر بتحطي داخل بترول، حطي داخل بترول مصيبة، نعرف ستي مشاكل بعدين، مشاكل ضخمة. انزين وهذا شو كرود اويل ستورج كاربون، هذا بمب ستيشن زين مو مشكلة، هذا بمبات مبدأ البمبات زين، هذا بمبات حكم زين، بنحط بمبات التخزين، 1 بنقول لازم صح البترول لازم بمب،
كيف بترول ما غير بمب؟ انا قاعد احط لحظة. لا لا مش الغلط، مش من هذا، لان هذا بعيد. شارع حطي محطتين ضخ بترول، هاي محطات ضخ بترول. شوف ايش قالهن، والله حلوينه كانهن صدق ويروحن، بس ما يروح تحت الارض ليش؟ هذا اللي بعرفه. بلانس مود، بلانس كله بلانس، خله. انا ما عندنا مشاكل، يعني ما عندنا مشاكل عمال وهالسوالف. المفروض يعني المفروض ان كل حد يقدر يجي في مترو هني قريب، الدوامات هاي كلها، وفي زبايل بزيادة. بتيكم تغطية، في تغطية يعني حق الكترة صح؟ هي تغطية شاملة يعني، مفروض يكون ما في زبالة هني اصلا. مفروض ما يكون في زبالة، بس اللي اشوفه في زين. شو اخبار المنطقة هاي؟ والله زحمة ترى، يعني مش كتشر يعني، زحمة. شوفوا كيف هاي، متى بيشلونه؟ مضايقني ترى هاي، متى بيشتغلون؟ شوفوا كم شاحنة عندي وما يطلعون. يا حبيبي عليهم، في كل شيء مبنى هنا عندي تقريبا، ما عدا المدارس. وهذا مدارس البترول، هنا كلها مدارس فنية، ما في مدارس غير فنية. اثنين الجامعة، جامعة خلها عند الهليكوبتر. ما اعرف ليش احط لهم شارع صناعية، بس قاعد احط لهم. انزين نبى شارع كل 4 سيدات. انا مسوي ليش ما اسوي 6؟ شوفوا مع الطريقة هاي بعد احس زحمة شوي. نحن الحين في انتاج البترول يعني، بس بعد يبالنا تعرفون شو هذا، يخزن مواد ثانية اللي يستعملونها. المواد بتكون في ظهر التناكي، شو ما يحتاجون قطع غيار ولا اي شيء ولا ها ولا ذاك موجود بالعادة. اللي انا فهمته يعني من المكتوب، خلنا نشيل هذا، حطينا التانكي هنجر ثاني، هنجر هاي. بس حلوين والله، ولا غلطة انا اشوفهم. شوفوا هني في مواد محتاجين كانوا المكان نايس، قاعد يحطون في سامان. شوفوا عجيب، شوفوا الزحمة يا حبيبي. زين ترى بعدها لاحقين على الزحمة، تريوا انتو صبر. نحن عندنا كنا بنحطي اللي هم البحر، وين صار بعدين بنبدأ صناعة بترولية. صبر ايوة، شوفوا هني اللعبان. هني اللعبان هني موضوع ثاني يستوي. ها احلى شيء في الموضوع كله، انا ياس ترى اصلا من متى انا مسوي المشروع كله حق الشغلة هاي على فكرة يعني. راح احط شيء في البحر، هات اندستريال اريا. زين بس كم واحد بحطه يا حبيبي؟ يا حبيبي كم واحد بحطه؟ شوفوا رقاد بحر، يو محلاها. زين خلينا نحط شارع حقهم. ها اوكي، هاي الشارع صناعية. اوكي هاي الشارع صناعية. اترياهم اصلا، انا اترياهم، انتظرهم انتظار. ابى احط هاي مشروع البترول، بدا بدري اسحق هاي. والمعادن نفس الشيء، المعادن بنطرب خط لين هني، هني عندنا معادن وايد ورا، بني هني بسوي مواني، بسوي هني سكن. صبر اعطيكم كيف العلوم عقب. طبعا لازم نسوي حديقة مركزية اول، مكان سياحي ضخم. وهاي الامور لازم نسويها اول شيء. يعني بعد المشروع هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يكون في مشروع ثاني اللي هو مدينة على الأغلب سياحية إن شاء الله. إن شاء الله الحين هاي يسمونه سبويلر، أنا قاعد أخرب القادم. إنزين هذا خلي الشوارع بنبني فيها شيء يعني في المستقبل أكيد. إنزين الحين كل واحد يباله شارع صح؟ شارع اللي هو
تحتاج اكثر؟ لا نايس، خلي الشارع بروحه، الشارع بروحه، الشارع بروحه. ما في سفن شي تطلع ولا بس رقات بالطريقة هاي؟ ليش بس رقات؟ ليش ما سووهن سفن تروح وترد تعبي؟ كان احس بيكون احلى. انا والله ما عندي فكرة بعد وايد عن البحر كيف يسوون بترول، بس اتصور ان السفن كان بيكون احلى الصراحة. ولا ما في سفن ما الاول انا ولا فلام، خلاص كله الحين نفس هاي الرقات، رقات بحرية. زين لين هاي يوصل لهن اي شيء؟ كل مبنى حصل باركن اثنين، باركن اثنين، باركن اثنين، باركن. ان شاء الله يكفي هذا مع البترولية. ما ادري، ما اظن يكفي ولا ما يكفي، ما اعرف، ما اعرف اذا يكفي ولا ما يكفي. ها مصيبة ثانية، هذا يبى شارع، هذا يبى شارع، هذا يبى شارع. اوكي هاي الاماكن الشارع ما تنفع لحظة، مع انه شغال. ها شوفونه شغال ده. كهرباء اثنين من بعد مش موصل يعتبر، هذا مش موصل يعتبر مع انه شغال. شوف والله يدخل رملة يعني تدخل رملة تخلص امورها، ما عنده وقت. في حد عنده مشكلة التوصيل هذا عنده؟ هم شغالين بس يقول ما في شارع، ما تعرف كيف اللي هو. نحط الشارع ما يضر، نحط الشارع اللي يبغى. مشكلة الشارع بعد ما بعيب انه ما يتوصل 100%. شوفوا يتم فاضي، مفروض ما يكون بالطريقة هاي الصراحة، مفروض يكون افضل شوي. انزين خلينا نشوف اشكالها اللحظة. والله جميلة، شوف شكل البلاتفورم ويتحرك بعد مع الماي. شوف 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 زين هذا يتحرك، كلهم يتحركون نفس الشيء. اما عليه انيميشن لا، تصور لو صدق يتحرك بطريقة كان نقع. شوف ولا الرق يتحرك بطريقة. اللي عليه مساكين بيدوخون. شوف كم رق بترول، شوفوا يا الله يا الله. ها شو سالفتهم؟ Not enough buyers for products. انزين انا عندي خطار شغال. انزين اذا البايرز بنحل مشكلتهم اويل سلاج، هذا شو يسوي؟ بلاستكس اويل اند بروسس انتو بتروليوم بس بروسس بلدنج ريكويرز اوري برودوس الى اخره الى اخره الى اخره. هذا يشل البترول اللي عندنا، ونحن عندنا تراكي وايد فول شوفونه، يشل اللي عندنا يحولهم لمنتجات مشتقات بتروليه زياده. اللي هو راح يكون هذا راح يكون عبارة عن اللي على البر، ما استغليته فعليا. عندي وايد على البحر، شوف وايد وايد وايد. شوفوا هني اكثر بعد، بس احنا هنا هني لان على درب المخطط حسيته احلى وايد يكون هني بعد بترول. بقى بترول ريج اصلا بس ما نبغى. زين هاي الصناعية، شغل صناعية نبغى مرة. عندي التناكي، عند التناكي لا هني. زين هني بيكون حلو الصراحة. هني واحد اثنين ثلاث اربع خمس سبعة ثمان، اظني هاي بتسوي خبصة شوي في كم مكان. هذا بتروكيميكلز، واحد اربع خمس ست، يكفي يكفي ستة حتى نفرغ من شيء. ويلي حول البترول، وهذه يبقى ويلي حول البلاستيك. زين البلاستيك تحيدون، كان عندنا مصانع اكل وهالسوالف بنستفيد منها. هذا يحول البقايا مال البترول الى شغلات منتجات اخرى. طبعا لانه وايد بترول نحن حاطين، انا قاعد احطي وايد، ما اتصور حتى يمكن يكفيهم الكم هذا، كم هذا ما راح يكفيهم. زين وهذا يحول اويل بتروليوم بعد. هذا توي حطيته، ليش حطيته مره ثانيه؟ لا هذا ويست ريفاينينج. اوكي غير نفته، هاي شو يسوي؟ كراكز زويز بروتيوس اور اندستري انيريا سبيشال جودز. اوكي هاي يسوي بلاستيك وما ادري شو خرابيط. زين هذا نفس ذاك بس ذاك على اكبر شوية اظني، يعني مبنى ثاني يسوي منتج ثاني. هذا اصغر، بنحط
بس هذاك ما بزيده. زين نفته كراكر. زين انا اظني غلط هذا اللي حطيته. هي غلط. بس دريد 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 دريد. ترى في مصانع، المصانع ترى بتاخذ مكان. الحين ما في شيء، بس ترى في مصانع بنحطيها لا تنسون. والمصنع راح ياخذ مساحه طيبه. هذا اصلا النفط هذا بياخذ مساحه. واحد اثنين. هاي شو يسوي؟ هاي يسوي بلاستيك بعد، بس اكبر عن هاي. لها عن هاي اللي يسوون بتركم كله يسوون بلاستيك بعد، بس على اصغر شويه. الحين ناقصهم اويل، هو كله اويل كله هني فل. بس شو المشكله الحين؟ انا هني لازم اغير الوضع. هني زحمه، بتكون زحمه. هني ما في زحمه وايد لانهم مفترقين. شوفوا الزحمه تروح ترد كل مكان. هاي شيء جميل، هاي شيء جميل. انزين بنحطين لنا مراكز شرطه هني، لان اظني ان مشاكل بدات هني اوريدي. هي ما عندي مركز شرطه طعود انا، صح؟ مركز الشرطه هني ما عندنا. نبى ويست مانجمنت قريب عنهم، نبى ريسايكلينج، سناتر سنتر صغير مثلا هني يتولى هالمصنعين، سنتر صغير يتولى هالمصنعين، ريسايكلينج هني يتولى هالمصنعين، وهالمصنعين هالثلاثة كلهم راح يكونون ريسايكلينج واحد. خلينا نحط لهم ريسايكلينج قريب منهم على اساس ان اي شيء عندهم ويست. هاي مصانع كبيرة ما بيصير لين فوق، لا اللي هو لين الخريطة هني. هذا اوريدي قاعد يتعبى 1% 1%، وهاي قاعد يحرقون اصلا، نسبة الحرق انه عالية. اظني يغطون مدن ثانية حتى اذا كانوا زيادة بضخامة، يعني زيادة بشكل ضخم. حدث في الهاي واي هذا بعده ما استوى الزحمة اللي هي زحمة. الناس تقدر تي من هذا الطريق، شوفوا تروم ترجع تي هني، والناس تروم من هني تي المدينة سيدة، تي من هذا المدخل ولا من هذا المدخل ولا ترجع. يعني في وايد طرق بديلة وكثير. هالجسر كان مشروع حلو، بس بعد انا احس اني لازم اعدل عليه وايد، مع اني تميت عليه وايد الصراحة. يعني نشوف المدينة، المدينة والله الصراحة قطع البترول الغاز. قام يشتغلون الحين، نايس. الحين بما انهم قاموا يشتغلون، نحن شو عندنا؟ ويست مانجمنت البحر، هذا ينظف اي شيء في البحر جاي. يعني عندنا صناعات بترولية، خلنا ناس محترمة، خلنا نحط هاي اشكالهم حلوة اساس ينظفون يسوون بروسس اذا في اي وسخ مور البترول ما يوصل عنا على منو، على الشاطئ ولا البحر يزيد زيادة فيخرب لنا الدنيا. لا الطريقة هاي نحن نحاول ان نخلل التلوث شوي. لا هني ما بحط بيوت، هني احس غلطة بتكون البيوت. حتى هني لان هني دشينا نحن في الصناعة، صح؟ حتى البيوت جنب هذيل اوكي، بس اكثر حتى هاي الجنب احس مغلطة. خلنا نشوف شو عندنا مصانع حاليا. مخبز، ما مخبز نحن ما راح يفيد ويانا حاليا وايد. نحن نبغى شيء يسوي لنا. لا هني المصنع ماله ما يكون داخل، صح؟ لا لازم نروح استور. اول شيء خلنا نحط استورات حق النفط. نبغى مخازن حقهم. خلنا حتى مخازن نفط من العادي هني. خلنا نحط المصنع هني، بس هني الزحمة شوفوا كلها على التناكي هاي. شو ابى اسوي؟ خلونا نحول التنكي في مجموعة اماكن. هذا التنكي هني، تنكي هناك، وتنكي هني. ما ينفع نفس المكان، مع ان اشكالهم احلى نفس المكان، بس مصيبة ما كان نفس المكان، مصيبة. انا حطيت اثنين هني واثنين هني، حطينا هذا جنب هذا. ان شاء الله تخف الزحمة شوي، ان شاء الله تخف الزحمة، ان شاء الله ان شاء الله تخف الزحمة. شوف الحين بيحاولون هني شوي، هذا بيكون فرق وايد. المفروض الزحمة فعليا هني ترى علقة، لانه وايد مصانع بترول، بس اللي هنا بعد يصنعون المفروض وايد. ولا ما ادري مشغالين عدل ولا في مكان هليكوبتر. شو
تقريبا هي. زين الحين الزحمة هنا شوي بتخف، الشارع بيمشي زحمة، بتتوزع عدة أماكن، بيصير مكان أحلى. بس هاي المساكين والله انهم مساكين، راحوا في نص التلوث ولا داعي. بغير مكانهم بعدين، نبغى المصانع، المخازن. مخازن هنا احس اوكي، ومخازن على درب التقاطع اللي ما حد يستعمله في شيء هذا. زين خلي بالانس ستور، يعق اويل برودكتس، مش زون اندستري، لا البتروليوم. ها ايش البتروليوم؟ يخزن بتروليوم. اقدر اخليه يخلي بلاستيك، جراس، وايد شغلات، بس ما اعرف شو اخليه يخزن الحين. خليه يخزن بتروليوم لانه اظني عنه يا بكثره حق التصدير وغيره. وهاي اللحظه اذا حق التصدير ليش هاي اللي ما يكونون قريب الخطر؟ هاي حق تصدير صح؟ هاي حق تصدير بتروليوم. اقدر احطي واحد ثاني، اقدر احطي واحد ثاني. انزين نسوي هذا بتروليوم، نسوي هذا بلاستيك، نسوي هذا بلاستيك، ونتالس يونيك فاكتور برودكتس. يلا واحد يونيك فاكتور برودكتس. انزين نحط لهم ماي، منتجاتنا اللي سننتجها الحين زوايد بتتحزن، وقريب القطار يعني القطار يروحون. نقدر نحط حتى قطار ثاني اذا واحد ما يكفي. هذا قطار ثاني لقينا بقطار. ها زين بالبساطة ما يبغى له شيء. ذاك القطار اللي تحت غيره، القطار شغله الاغراض على اساس اللي بين هالمدينة وهاي المدينة، بس اظن ما قاعد يوصل اصلا فعليا، لازم اعدل الخط. انت لو شفت انا ايش سويت في الخط هذا. زين نحن عندنا هني نحطي يسار، انا حيت جبت مصنع. ايوه بتروليوم ريفاينري، مصفاة بترولية. ايوه ابى احطيه في، مش هني سكنية بتكون. صبر حطينا شارع. زين الطريقة هاي اوكي، حطينا شارع بالطريقة هاي. هاي لو يستوي اسوي له بجريد زين، بس ما اتصور لا ما يستوي. فخلنا الغي هاي زين، لان هذا مسوي زحمة صح. زين وسوي ابجريد حقهم. سوري خلاها شارع اساسي، خلاها بعد شارع كبير. زين انا اوصل ماي، ما نحتاج كل هالانتاج البترول، عندنا انتاج بترول ضخم، وعندنا البحر بعدنا، وعندنا يميننا بعدنا، وحتى هني في بترول بغطي عليه، فالبترول اصلا وايد، وفي عندنا نقدر نستورد بترول من الخارج. زين الصناعات البترولية كريفاينري راح تكون هني، مصنع، مصنع ترى روح نحطيه واحد بس، هذا راح يسوي لنا فيولز، بترول السيارات اللي موجود في المدن، هاي الاماكن، راح يطلع لنا الناتج من هني. ف لا تحاتون وايد، الناتج راح نستعمله محليا ان شاء الله. انزين عندنا هذا شو يسوي البرينكس، شو يستعمل بالضبط؟ تويشن ديلي بيسز هومز ويزن وركشوب نورث وبرك، اظني هذا يسوي شو اسمه، هفي يبى بترول بس يبى بلاستيك، بس يبى ورق، واللي ينتج ورق مو بنحن، يبالنا شير، لازم شجر. ايه لازم شجر. يعني الحين هذا شو ينتج لنا؟ ينتج لنا بترول، صناعة بترول، يعني احنا عندنا بتروليوم، عندنا كعندنا كل شيء يعني المفروض ننتج، بس هذا كهرباء حاليا مش موصل فيه. ثانية اوكي ما في كهرباء، مو عندنا مشكلة. انزين الحين بتوصل لك كهرباء، الشاحنات بتي بتعقله، شو شوفوا قاعد تعقله منتجات، بتعقله بتروليوم بلاستكس، نحن ننتج هاي بكثرة الحين، ما عندنا مشكلة مفروض فيها. مفروض عندنا انتاج بترول وايد، هذا هو ليش ما بسرعة. وفي التلوث اللي هنا اقسم بالله والله انه تلوث مش طبيعي، هاي المستشفى كل اللي فيه بيموتون. الا شنو نحول مكانهم، والله والله الموضوع صعب.
نحط إلى هاي اللحظة. طبعا احنا منطقة بترورية صح؟ لازم نحط مركز استجابة كوارث. استجابة الكوارث الا هني emergency shelter ما نحتاج. نبغى اريال في الوسط ولا اريال وين نحطيه؟ وايد عود اريال صغيرون نعرف شو الكوارث اللي راح تي. قلنا اريال هني صغيرون نعرف شو الكوارث اللي بتينا ولا المكان هذا مصيبة. ديب سبيس رادار نحن منتخب ترولية ما نستخسر فيها. تطوير الدولة هاي معظمها راح يمهني. انزين ما عندكم مشكلة الحين. وكان في الهليكوبتر انا حطيت اي حطيت هذا هو المطافي عندنا هليكوبترات حق المكان بس تعرفون شو خلنا نزيد واحد هني في الوسط. نبغى مكان هني هني اوكي نزيد لنا واحد في الوسط حسيت يغطي باقي الاماكن بعد مره واحده ان شاء الله يغطيها يعني. نحطي له مركز مطافي هني وفي المكان المكان هذا لازم يكون محمي بالقوه يعني. نحن الحين بنبدا مجموعه صناعات لازم اساس نبدا المصانع الضخمه العملاقه اذا نبي نسوي. ترى اللعبه تحولت شوي لصناعيه على فكره الشيء الوحيد اللي ضايق. المهم مبدئيا هاي كانت حلقتنا لليوم. يبقى لنا مترس حتى ما راح ينتج بغير مترس توي انتبه بس راح نجيب من الخارج ترى وارد مثل عادي دام ان عندنا قطارات ووارد وهذا راح يجيبون من الخارج ما عندنا مشاكل ما عندنا مشاكل يعني عادي راح يجيبون كل شيء كل حد شغال والله وهاي اللي ينتجون يعني بس مش الانتاج اللي انا كنت ابغاه الصراحة. انا مش الانتاج اللي كنت ابغى انتاج اكثر انتاج نزل الحديد انتاج نحشرها في الوسط بعد مش عاجبني مش عاجبني ابدا مش عاجبني الانتاج. هاي كانت حلقتنا اليوم اتمنى انكم استمتعتوا وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.